الراس ده بقى وعلق لي الشاشه هنا. انت كده هتسحمني الدنيا. ولا هسحم الدنيا ولا حاجه. طب حطها في الاوضه اللي جوه. ما حطهاش هنا ليه بس يا بدريه؟ قال لي اقول لي ايه ده يا اخويا؟ تلفزيون ده ولا سيما؟ ده يا بدريه اشد من التلفزيون والسيما، ده صندوق الدنيا اللي هيعرفنا كل حاجه بتحصل في العالم. اه لو النبي حط لي الكابل كده من ورا الشاشه، اه عشان ما حدش يتكعبل. اوعى تكون ده اللي بيجيبوا فيه الافلام القبيحه. جرالك يا بدريه، ابيحه ايه؟ انا برضو بتاع الكلام ده. ابيحه قال الله يجازيكي. دي يا ست شاشة زي الموجودة في البنوك بالظبط، أعرف منها سعر العملة، الذهب، الحبوب، أي حاجة تحتاجها الأسواق العالمية. طب مش لو ما تعرف الأول بيتك محتاج إيه، تبقى تشوف اللي الأسواق العالمية محتاجاه؟ هو أنت تعرف حاجة عني أو عن عيالك؟ يا دي النيلة عليا وعلى عيالي وعلى اللي جابوني. ده وقته يا بدرية؟ أنت غاوية تغميني وخلاص؟ شيل يا عم الشاشة دي، شيلها، حطها لي جوه في الأوضة اللي جوه على الشمال دي، تعالى ورايا. صلي الإدراب المصري أهو. أودعت كام؟ ماشي. 10,000 مارك. اتفضل يا فندم. أشكرك. تمام. حضرتك عارف شباك نمرة واحد ده؟ هناك الأستاذ فضل، هتديله الورقة دي هيصرف لك 10,000 جنيه. بس دي ورقة مش شيك. أيوه أنا عارف إنها مش شيك، بس أنا بنظري كده هتابعك. اتفضل وهنشوف. شكراً. اتفضل. دول بيشتغلوا في أكتر من 20 مليون جنيه كل يوم، فرق العملة فيهم يعدي 2 مليون أو أكتر. كل يوم بيكسبوا 2 مليون جنيه؟ ده من العملة بس، ما بالك بقى من أشغالهم التانية. قوليلي هو المدير مشاركهم؟ وهو حتى لو مشاركهم إحنا هنعرف، بس أكيد الواد فضل بيشتغل معاهم، لأنهم كل يوم بيقعدوه بعد الساعة 5 عشان يقفل لهم حسابات اليوم. طبيب اسأليه كده لو محتاج مساعدة ولا حاجة. لا أنا ماليش دعوة، ابقى اسأليه انتي. يا ابني ركز وبطل أزأزة، انت عامل زي ما تكون بتنقر في نافوخي. خلاص بطلنا أزأزة اهو، خلينا في المهم بقى. دلوقتي احنا لو جبنا الدورة ده من امريكا على بال ما يجي وتخزن ممكن يبوظ. وايه اللي خلينا نخزنه؟ الدورة يجي من بره على الزبون عادل، لا تخزين ولا مخزن ولا قرف. ودي بقى هتبقى محتاجة سفرية لأمريكا صح؟ لا يا مفتح، محتاجة تليفون دولي وموجود الحمد لله. عايزين نعمل بس مكتب استيراد وتصدير، ونقعد أنا وأنت مرزوعين قدام الشاشة، نعرف هنستورد إيه إمتى وهنصدر إيه إمتى. ماشي، خليك أنت بقى قاعد قدام الشاشة وأنا أخلص موضوع مكتب الاستيراد والتصدير ده. هصحيك بكرة الساعة 6:30 الصبح، ما أشوفش وشك غير لما تخلص لي المصلحة دي، أنت فاهم؟ طب وأنت ناوي على إيه؟ هتفضل صاحي للصبح كده؟ أنا هقعد قدام الشاشة دي لغاية ما أجيب آخرها. أنت عارف أنا بدفع كام في الشهر؟ 6,000 جنيه. 6,000 جنيه ده تمن عربية. بقول لك ايه، ما تخف شوية من اللي انت عمال تبلبعه كل شوية ده. ابلبعه؟ صدق انت ربيتك ناقصة. انت لازم انا اخوك كبير تقول لي ابلبعه؟ وبعد انا باخد الحبوب دي ليه؟ مش عشان انام؟ وياريت نعرف انام. ما هو انت لازم دماغك تفصل شوية عشان تعرف تنام. يا جدع فال الله ولا فالك، تفصل ايه؟ واسيب الفلوس دي لمين؟ ده خير، خير لا يعد ولا يحصى. ده الدهب سعره نزل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا ست صباح. بذمتك فاكراني؟ هم الناس الطيبين يتنسوا برضو. يسعدك يا ست سميحه ويصلح لك الحال. ربنا يخليك. اللهم صلي على النبي، ما شاء الله توأم يا حبايبي، ما شاء الله ربنا يخليهم لك. صافا ومروه ربنا يحفظهم لك ويطرح فيهم البركه. هتعملي ايه يا ام هاشم؟ عاوزه اشيلها. سيبيها تشيلها يا ست سميحة، عايزة تشيلي بقى صفا ولا مروة؟ صفا ومروة. مش لما تشيلي نفسك الأول؟ لا إزاي، أم هاشم شاطرة، هتعرف تشيل نفسها وتشيلي إخواتها كمان. إخواتها؟ أيوة إخواتها، ده حتى الاسم اللي شايلينه واحد. اسم إيه؟ إزاي يعني يا أختي؟ أم هاشم شايلة اسم أحمد توفيق، وصفا ومروة شايلين اسم احمد توفيق. احمد توفيق مين يا ست صباح؟ جوزك الدكتور. كوكسي؟ وجوزي انا كمان. لا يا حاج، هي ما كانتش بتشتكيلي ولا حاجه، هي بس كانت قلقانه من شكلها في وسط البنك، وبعدين انت مركز معاها قوي يا حاج وعمال تكلمها في الراحه والجايه. خلاص بعد كده يا سيدي هبقى اكلمها في الرايحه ومش هكلمها. عاوز اعمل ايه لو سمحت؟ الشباك 3 شغال حضرتك. على العموم يا حاج انا بلغتك عشان يبقى عندك علم. طيب ماشي، قول لي بقى
هي متطلقه بقالها قد ايه؟ بقالها سنتين يا حاج، وجوزها كان شغال معاها في نفس الفرع لغايه ما اتنقلت وجت هنا. يا راجل، طب ما احنا كده بقى لازم نجوزها هنا في الفرع ده عشان يبقى لها في كل فرع زوج. قصدك ايه يا دكتور؟ لا ما قصديش حاجه، قولي بس ابنها عنده كام سنه؟ يعني كده بتاع 10 سنين. يا سلام، يعني اللي هيتجوزها هياخد حسنات كتير قوي قوي قوي. ده مين بقى اللي هياخد الحسنات دي يا حاج؟ اخوك في الله احمد توفيق عبد الفتاح. مالك يا سميحه يا بنتي؟ انا كويسه يا بابا. ماما مش قلتلك خليكي برا؟ بالراحه على البنت شويه. امال لو كنت مش كويسه كنت عملت ايه؟ لو في حاجه مضايقاك يا بنتي ومش عايزه تقوليها لي ده حقك. مش يمكن حاجه ما تسالش يا حاج. عندك حق يا حاجه، اسيبها لك تقولك اللي مش عايزه تقوله لي. صدقني يا بابا مفيش حاجه خالص. امال جوزك فين يا سميحه؟ مش عارفه. ايه احمد زعلك في حاجه؟ لا خالص. مقصر معاك في حاجه؟ هيقصر في ايه يا حاج؟ اسم الله، ده بقاله اسبوعين رجله ما جاتش عتبه البيت. الغايب حجته معايا يا حاجه. حجته معايا. ايه قلت حاجة يا بنتي؟ قلت لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أنا عايز أخرج، أنا مخنوقة. هتخرجي فين يا سميحة؟ مش عارف. يا بنتي هتروحي فين دلوقتي؟ سيبيها سيبيها تفك عن نفسها شوية. هي اتبدلت من ساعة الولية صباح ما كانت هنا. طب الحقي شوفي أم هاشم فين لتكون خدتها معاها. حاضر يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسود متجوز 2 مرة واحده، مخلف توأم من واحده فيهم، والتانيه دي كمان مخلف منها ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفيش يعني ايه يا سميحه؟ امال مين اللي يعرف؟ اكيد اخواته عارفين، واكيد حبشي جوزك عارف. حبشي مش ممكن يكون عارف حاجه زي كده ابدا ويخبي عليا. مش مهم مين يعرف ومين ما يعرفش، المهم ان انا عرفت وانا عايزه اتطلق النهارده قبل بكره. طفي من بقك يا سميحه، ما تقوليش الكلام ده ابدا. مش هقول غير الكلام ده. انا لولا ان انا خايفه على ابويا وامي كنت قلت لهم وفضحت الدنيا، بس انا مش عايزاهم يعرفوا غير لما اتطلق. استهدي بالله، استهدي بالله يا سميح، واستني كده لما احمد يجي ونعرف هنعمل ايه. انا عارفه هنعمل ايه. ايوه رياض باشا، ما تاخذنيش تعبينك معانا. انت تؤمر يا حاج؟ عايز تكلم دكتور احمد؟ يا ريت، بس بسرعه وحياه ابوك. لو في ايده شغل قول له سيبه، في مشكله كبيره في البيت. خير ان شاء الله، خليك معايا ثواني. هو انت يعني ما كنتش عارف بعملته السودة دي؟ ما كنتش عارف يا بدرية. هاتيلي مية اشرب الدواء، هاتيلي مية. ايوه احمد، ايوه يا ابن الجنية. سميحة عرفت ان انت متجوز عليها 2. يا نهار اسود، مين